إننا نجد في الكتاب المقدس وللمرة الأولى في تاريخ شعب الله المختار إرسالية دينية لمدينة وثنية. يظهر التاريخ أن الأنبياء كانوا يرسلون دوما إلى إسرائيل شعب الله فقط لفتح الخطايا وللدعوة إلى الارتداد وإعلان الخلاص. فالأنبياء كانوا يرسلون ليهددوا ويقووا. وعبر هذا التاريخ لم يذهب أحد من الأنبياء إلى الغرباء ليحمل مثل هذه الرسالة، إذ كان الأنبياء قد خاطبوا الشعب الوثني، فقد فعلوا ذلك من خلال علاقة هذه الشعوب بإسرائيل وغالبا من أجل عقابهم. فإله الأنبياء هو إله إسرائيل، وهو إله يقف فقط جنب شعبه، ولكن محبة الله تهدم هذا الحائط الفاصل بين اليهود والوثنيين، إذ لا يوجد حدود دائمة بين البشر. يشكل لقاء يسوع المسيح مع المرأة الكنعانية الوثنية ذروة رسالة الإنجيلية بين الوثنيين، وهذا ما تجلى في إيمان المرأة الوثنية المطلقة بيسوع المسيح، إذ أنه يجيبها جوابا لم يقله لأحد قط، فقال لها: فليكن لك كما تريدين. مشاهدي سوبر تي في، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من برنامج رحلة القيامة. رحلة القيامة اللي عم نتحدث فيه عن القراءات التي تقرأ في زمن الصوم المبارك للوصول إلى فرح القيامة. عم تحاور مع ديريتو رحيل الشماني، راهبة من دير مار يعقوب البرادعي. شلومو ديريتو؟ مشاينو إيدي وأهلا وسهلا. ديريتو، نحن وصلنا للأحد الرابع، الأحد الذي يتصف بالعلاقة بين السيد المسيح والشعب الوثني الذي هو بعيد عن الشريعة وبعيد عن الذي كنا قد اعتدنا عليه في السابق. تذكر هذه الآية أن السيد المسيح ذهب إلى صيدا وصور، فما رمزية وما سبب هذه الزيارة؟ في البداية الشعب اليهودي اللي متمثل كان بالقادة، القادة العميان اللي هم يحسبوا نفسهم دارسي الكتاب المقدس ومعاهم النبوات، اللي يتمثلوا بالكتبة والفريسيين، كانت قد أعميت بصيرتهم أو أعموا هم بصيرتهم عن كلمة الإله المتجسد، عن الكلمة الإلهية المتجسدة. فمن هيك يقول الإنجيلي: خرج من اليهودية وذهب إلى تخوم صور وصيدا. فكأنه الرب هون يعلن أنه اليهود اللي أنتم رفضتم، كأنه أنتم الأغصان، يعني هو قال عن نفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فكأنه هون يعلن أنه اليهود اللي هم الأغصان الأصيلة من كبريائهم راح ينفصلوا عن هذه الكرمة، وذهب لحتى يطعم هذه الكرمة بأغصان من الأمم اللي تثمر ثمار الروح القدس. فالكنعانيين كمان مثل ما نعرف أنه هم كانوا يستوطنوا في وقتها في أجزاء من فلسطين وفي الأردن وسوريا أجزاء، يعني لأنه في وقتها سوريا ما كانت مثل هلا، يعني كانت تشمل مناطق أكبر، كانت تأخذ مناطق من فلسطين ومن الأردن كمان. فمن هيك يقول عنا أنه الكنعانية فهي تمثل الشعوب الأممية، لأنه الكنعانيين والفينيقيين هي نفس التسمية. فنشوف بإنجيل مرقس وبإنجيل متى هي مذكورة المعجزة، في متى الإصحاح 15 وفي مرقس الإصحاح 7، اللي يحب يروح يقراها ويشوفها. فيقول عنا سورية كنعانية فينيقية، فهي نفس الألقاب لنفس الشخص، يعني الكنعانيين والفينيقيين كانت تطلق التسمية عليهم نفس الاسم. دريتو، نحن نعرف أن السيد المسيح صنع العديد من الـ الآيات والمعجزات. نحن هون مع المرأة الكنعانية، يعني أكيد في سبب لتتدون في الكتب المقدسة هذه الحادثة، فلماذا كانت تشير هذه المرأة الكنعانية؟ المرأة الكنعانية لما سمعت أنه المسيح إجا، فهي تركت تخومها وراحت عند المسيح. فراحت لأجل أنه ابنتها، مثل ما نعرف في القصة أنه بنتها كانت مجنونة، بيذكر بأحد الأناجيل، والثاني بيقول أنه كان فيها روح نجس. فالاثنين نفس الشيء، لأنه الشيطان لما يدخل الإنسان يسلب إرادته فيصير مجنون، يعني ما يوعى أش يحكي وأش يتصرف.
فهي المرأة الكنعانية ما قدرت تروح لأورشليم لأنه اليهود كان يحتقروا الأمم، فما فيها تروح وتاخذ بنتها وتقولوا للرب شافيها. فالمرأة الكنعانية تشير الآباء يقولوا للجنس البشري، وبنتها هي النفس المعذبة بالآلام. فكما أنه إحنا نصرخ ونطلب من أجل أنفسنا، فهيك الكنعانية كمان هي اللي طلبت من أجل شفاء بنتها المعذبة. كمان الكنعانية هي ترمز للبيعة لأنفس القديسين. إحنا نعرف أنه الكنيسة هي الكنيسة المجاهدة وكنيسة الكنيسة المنتصرة اللي تتمثل في القديسين اللي راحوا على السماء. فكأنه المرأة الكنعانية هي هؤلاء القديسين اللي يتشفعوا فينا إحنا الكنيسة اللي باقية بعدها بالأرض. يعني البنت تمثل أبنائنا أبناء البشر، يعني الناس اللي موجودين لسه على الأرض، والكنعانية تمثل القديسين، لأنه هون كمان بتعكس لنا شوي شفاعة أنه ما جت هي البنت تطلب لذاتها، الأم اللي أجت تطلب لها. وهون دايرته بنشوف أنه في تصرف بيختلف بين اليهوديين اللي كانوا يعرفوا الشريعة، بيعرفوا السيد المسيح، وبين هذه المرأة الكنعانية. ما كان هذا الفرق؟ لو نقارن إلي راح نشوف أنه اليهود كانوا يعرفوا بالكتب وكان يعرفوا شخص المسيح، وكان يقولوا عنه المسيح راح يجي، ويعرفوا صفات المسيح ومن هو. بس هم لما كان يعلم بيناتهم ويصنع معجزات مثل ما ذكرنا بالآحاد القبل تبع المخلع مثلا، أنه كان يتصيد وليش قلك في يوم سب، فكان يتصيد عليه الأخطاء. أما الكنعانية فترمز لكنيسة الأمم اللي هي أجت تطلب حاجتها منه وتدور عليه. ففي فرق هون بين اليهود وبين الأمم. يعني الأمم مع أنهم ما يعرفوا مثل ما يعرفوا اليهود طلبته، أما اليهود اللي يعرفوه هم أصحاب المعرفة والكتاب هم اللي رفضوا. يعني هون المرأة الكنعانية ما كانت تعرف من هو يسوع المسيح، ما كانت تعرف بالضبط من هو، لكن كانت تسمع أنه في المسيح اللي يسموه ابن داود. ديريتو نحن هون عم نشوف أنه هذه المرأة الكنعانية وصلت لعند السيد المسيح وقالت له ارحمني يا ابن داود، فابنتي مجنونة جدا. يعني راحت لعنده بسؤال بطلب. بس إذا فينا نشرح هي كيف وصلت لعند السيد المسيح، كيف عرفت عنه؟ المرأة الكنعانية حرمت زمانها من سماع كلمة الله، يعني ما كان عندها لا الشرائع ولا الكتب ولا الناموس، وكان ما كان في وسطها حتى أنبياء، وكانت كل حياتها هي في عبادة الأوثان. لكن بالسماع عرفت عن المسيح ابن داود، فخرجت من تخومها كما من كفرة وعبادتها. يعني اللي يطلع هي الكنعانية لما طلعت من تخومها كأنه تركت الوثنية تبعها وجاءت إلى المسيح حتى تغتصب حبه الإلهي ومراحمه، حتى ينقذ ابنتها المجنونة جدا، فقبلته مخلصا وشعرت بالحاجة إليه. النقطة الثانية أنه انطلق السيد إلى نواحي صور صيدا، المرأة خرجت من تخومها كأن السيد هو محب للبشر ينصرف إليهم، فهو ما يلتقي مع الإنسان داخل عبادته الوثنية. يعني إحنا لو نلاحظ أنه الرب طلع من اليهودية وهي طلعت من تخومها والاثنين التقوا، يعني الرب إجا لحتى يبين إيمانها، وهي تركت وثنيتها وكفرها وعبادتها وإجت لحتى تلتقي بالسيد اللي عنده الدواء الشافي لبنتها. دريته هون بنشوف أنه السيد المسيح بعد ما حكت معه هذه المرأة الكنعانية لم يجبها بكلمة. يعني هل كان ما بده يصير في هذا الحوار بينه وبينه، أو هل كان في كمان يهوديين لما يقولوا أنه عم بيصير في بين المعلم وهذه المرأة الوثنية حديث؟ شو كان هذا السبب؟ ليش هيك تصرف سيد المسيح؟ الرب يسوع هون هي يقول بالإنجيل أنه ظلت تصرخ وراه وهو ما يجاوبها. يعني لحتى بعدين التلاميذ حكوا وقالوا له جاوبها من كثر ما أنه ظلت تصرخ. يعني هي ما ملت وما يأست، شافت أنه عم تصرخ وبتعرف عم يسمعها، مع ذلك ما رد عليها. فهون عم بيقول ما جاوبها لحتى كان أولا إعلان عن عمله الخلاصي، لأنه شعب إسرائيل هم اللي يعرفوا الرب، يعني هم اللي يعرفوا المسيح منه، ولازم كان يكون المسيح جاي من وسطهم. فهون عم يعلن أنه الأمم ما رح أرد عليهم هلأ، بالبداية قبل كل شيء شعب إسرائيل، لأنه الرب ما راح يبشر ويكرز جوات الأمم. حتى لو التقى مع قسم من الوثنيين بس هو ما راح يكرز بالأمم،
خلى التلاميذ هم اللي يكرزوا من بعده بالأمم، يعني أوصاهم اللي هم يكرزوا. فشعب إسرائيل كان مثل الخميرة اللي راح تخمر العجين كلته يعني لكل الأمم. فمن هيك البداية ما رد علي، هاي أول نقطة. النقطة الثانية أنه صمت الرب خلى التلاميذ، يعني أثار طلب التلاميذ أنه أصرفها إنها تصيح ورانا، يعني أعطيها شيء اللي بدها لأنه عم بتصيح ورانا، يعني عم بتضل الصيح مثل ما تقول يعني زعجتنا صرعتنا خلص مثلا أعطيها اللي بدها. فهون علمهم لليهود اللي هم كمان التلاميذ، لأن التلاميذ مثل ما نعرف يهود، فعلمهم أنه أنتم تتصرفوا بالرحمة مع الآخرين. فهو تركها تصيح لحتى التلاميذ هم اللي طلبوا أنه يصرفها أو يعطيها شيء اللي تريد. النقطة الثالثة أنه الرب هون كان صامد بس إيده غير المنظورة كان تلمس قلبه وتسنده. يعني صحيح هو في الخفاء عم يسندها وظاهريا عم بيبين أنه هو كأنه ما عم يسمعها ولا يريد يعمل المعجزة أصلا. فهو كان يبين صامد بس هو ما كان صامد، لأن كان عيونه عم تترقب التواضع تبعه والإيمان لحتى يشوفوا التلاميذ بالأخص اللي حواليه. القديس أغسطينوس يقول صرخت بجسارة وقرعت ولم ترفضها الرحمة إلى النهاية، كأنه هي قرأت في الإنجيل، في إنجيل متى حكينا قبل أنه سهل نحفظ الآية متى 7:7، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. مع أنه يمكن هي ما سمعتها بس طبقت هاي الآية أنه أنا راح أبقى أسأل راح أبقى أطلب حتى أنت لو ما رديت أو في الظاهر أنت ما رديت بس راح ترد علي ولازم أخذ الشيء اللي آتية من أجله. بهذه الطريقة ديرته المرأة الكنعانية كانوا عم تعطينا درس أنه نطلب بإلحاح صح ما نريده. ديرته نحن رح نتوقف مشاهدي سوبورو مع فاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا عن المرأة الكنعانية. رجعنا معكم مشاهدي سوبورو تي في لنكمل حديثنا عن الأحد الرابع لزمن الصوم عن ابنة الكنعانية. داريته نحن كنا وصلنا أنه التلاميذ عم يطلبوا من السيد المسيح أنه أصرفها لأنه كانت عم تصرخ وراهم. فكان هون جواب السيد المسيح لم أرسل إلا لخراف إسرائيل الضالة. هل كان أنه ما بده كمان يعني ما بده يرد على تلاميذه؟ يعني شفنا أنه ما رد على المرأة الكنعانية، كمان ما بده يرد على التلاميذ أنه أنا ما جيت كرمالهم. هون الرب لما جاوب التلاميذ وقلم لم آتي إلا خراف بيت إسرائيل الضالة، يعني كأنه أنا مخصص مجيئي لشعب إسرائيل لخرافه الضالة. فهون ما القصد هيك، لأنه هو اللي قال لنيقوديموس لما جاء سأله بالليل فقال له هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فنلاحظ هون عم بيقول العالم ما يقول أحب اليهود، العالم يعني يقصد البشرية كلها. وكمان الأنبياء شهدوا في العهد القديم عن مجيء المسيح أنه راح يكون لليهود والأمم معا، فكيف أنه بس هو جاء لشعب إسرائيل؟ هون عم يقصد أنه شعب إسرائيل في بيناتهم الحنطة وفي بيناتهم التبن، فهو كان عم يبحث على الحنطة المخفية، يعني اللي لحقوا كمان المسيح وآمنوا في التلاميذ نعرف أنه صحيح هم قلة قليلة بس هم كانوا يهود، فهو ما أدان الشعب اليهودي كله، يعني في قسم من اليهود اللي آمنوا ومن اليهود طلعت البشارة لبقية الأمم. فما كان القصد أنه إلا مخصص بس لشعب إسرائيل، أو لا كأنه أنت ما عم بتقولوا أنا جيتوا بس لخراف شعب إسرائيل فكيف عم بتقولوا لي صرفها؟ فهيك عم بفهمهم أنه أنا ما جيت بس إلا بس لشعب إسرائيل، أنا جيت لخراف الضالة ولكل الأمم كمان اللي من بعده راح يعرفوا. كمل هيك بنشوف السيد المسيح بعدين بيعلن لتلاميذه وحتى بيعطيهم درس أنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم صح قلم جميع الأمم تمام إيه، يعني لفتة حلوة كتير أنه قلم جميع الأمم. كمان في بالمزمور 18 اللي بيحب يقرأ العدد 43 يقول أنه شعب لم أعرفه يتعبد لي. فكيف هو بس جاء لإسرائيل خراف إسرائيل الضالة؟ هو عم يحكي على الشعوب الباقي كمان. فهون لما عم يحكي كمان عم بيقول من سماع الأذن يسمعون لي في نفس المزمور العدد 43 و44، يعني أنه هم راح يؤمنوا مو بس من خلال النظر والمعجزات كمان من خلال السمع
من هيك بغتة قلتهم طوبى للذين آمنوا ولم يروا، اللي لم يروا سمعوا، يعني احنا ما شفنا بس سمعنا وقرأنا عنه. دريتوا هون مثل ما قلنا انه قالوا السيد المسيح جواب التلاميذ، بس بنشوف ردة فعل من المرأة الكنعانية، اجت وسجدت امام السيد المسيح وقالت يا سيد اعني، يعني طلبت رحمة من السيد المسيح. بس بنشوف جواب السيد المسيح بيقول انه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هيدي اذا شخص منا بيسمعها بحس وقعة كتير هيك يعني مؤلم على الشخص جاي يطلب، وشفنا اللجاج اللي كانت عم تطلب فيها هي. فشو تفسير هيدي الآية؟ الآية كثير بيوقفوا عندها، أنه شلون الرب دعاها للمرأة كلبة أو وصفهم بالكلاب. هون الرب ما عم بيقول أنه أنت مكلاب، بس عم يذكر كان مثل يهودي أو اليهود اللي كان يحكون فيه، كان عندهم التلمود. التلمود اللي هو مو الكتاب المقدس، كتب شرائع عندهم وأشياء سياسية وهيك. فبالتلمود عم بيقولوا اليهود أنه إحنا خراف الرب شعب إسرائيل، أما بقية الأمم والشعوب فهي الكلاب اللي في خدمة هذول الخراف. فهوني الرب عم بيصحح لهم، يقول لهم أنتم مو عم بتقولوا أنه ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فهيك عم بيقول للمرأة كمان أنه أنتم الأمم بيعتبروكم اليهود كلاب، فأنت كيف جاي عم تطلبي اللي يأكلوا البنين؟ فهي هون جاوبته باتضاع كثير، يعني أنا ما شفت اتضاع مثل اتضاع هاي المرأة فعلا. يعني إحنا لو كنا بيوصفنا هلأ المسيح كان راح ننزعج منه، وأي واحد لو كان ما يعرفه راح يقول له يعني أنت عم بتمنني أنه راح تعمل لي، أنا صار لي ساعة عم بسعى أصيح وراك، فأنت ليش هيك عم بتجاوبني؟ فهون نشوف حتى أنه مدح إيمان المرأة لما قال بعدين عظيم إيمانك، بينما اليهود اللي هم متمثلين في التلاميذ هلأ اللي معاه قلم أحيانا كثيرة أنه يا قليلي الإيمان، يعني اليهود وصفوا بقليل الإيمان وهي قلة عظيم إيمانك. فنشوف أنه هون لما قلة أراد أن يكشف اللي بداخلها، يعني أحيانا الرب بيبين لنا كأنه قاسي أو ما يسمعنا أو بيجاوبنا بأشياء ممكن تكون مو على مزاجنا أو مثل ما نريد، بس لحتى يبين الأحسن ما فينا، حتى يطلع الإيمان اللي عنده والتواضع. فهي هون بيّن تواضعه وقلت له يا سيد نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من فتات من تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابه. فهون عم بتقوله أنا ما جيت حتى أزاحم البنين في أكلم، أنا جيت راضي بالفتات، يعني بالبركة القليلة اللي تعطيني إياها. فاتضاع عظيم ما في مثله أعتقد أبدا، يعني مهما قرينا بين المعجزات يمكن ما راح نشوف أبدا مثل اتضاع هاي المرأة. فهون جواب الرب وقال يا امرأة عظيم إيمانك. انتبهنا في عرس قانا الجليل أنه الرب قال للعذراء يا امرأة مالي ولك، فهون اللقب هذا للاحترام. فقال أنت ما دام حسبتي حالك كلب فعلا وما تعاليتي على شعب إسرائيل، قالت له تمام شعب إسرائيل هم الأسياد وإحنا الكلاب. فشاف تواضعه فقال أنت ما أنت كلب، حتى لو وصفتي حالك هيك وقبلتي هذا الوصف فأنت بالنسبة لي ابنة لي. فقال يا امرأة، يعني احترمها وقال أنت إنسانة وامرأة ومحترمة لك مكانتك، فليكن لك كما تريدين. يعني هون أعطاها مطلبة، أعطاها حاجتها. وحتى هي لما راحت بعدين شافت أنه بنتها مطروحة على الفراش، مبين لأنه كانت مجنونة يمكن ما كانت أبدا تكون في حالة سكون أو هدوء، فشافت المطروحة على الفراش من اللحظة اللي طلبت والرب قال ليكن لك كما تريدين، هذاك الوقت انشفت بنتها. دريتوا هون من خلال هيدي الآية عم نشوف تعاليم كثيرة، يعني كنا شفنا أنه أعطى تعليم لليهود، أعطى تعليم للتلاميذ تبعه، وأعطى كمان تعليم للشعب الوثني، يعني بيقول لهم كمان أنه أنا جاي كرمال الكل. حتى علمهم أنه أنتم اللي عم توصفون بالكلاب إيمانهم أعظم من إيمانكم أنتم الأبناء، حتى مدحهم. في تعليم نقدر نستخلصها من إيمان هذه المرأة الكنعانية، إذا فينا نلخصهم المشاهدين كمان ضل راسخة بأذهانهم. أول نقطة أنه طلبها كان مقرون بالمحبة، يعني هي أحبت من محبتها لبنتها
من هيك اجت تطلب. يعني احنا ما بعرف اذا في امهات كثير او حتى الاباء، هي بتمثل الامهات اكثر، انه لما نشوف اولادنا بضيق عم نقعد نطلب لهم، انه بالايام العاديه بنطلب لهم النجاح، بنطلب لهم العلم المعرفه، بس عم نطلب لهم انه يكونوا قريبين من ربنا؟ يعني احنا اولادنا دائما عم نهتم فيهم في الامور الماديه والعلميه والاجتماعيه، بس عم ننسى الامور الروحيه. فكل ام المفروض مثل ما هاي المراه الكنعانيه اجت للرب تقعد تصلي من اجل اولادها وتذكرهم بالاسم وتقول له يا رب مثلا انه هم بعيدين عنك، قربهم لك، المس قلوبهم، اعطيهم بركه اكثر مما اطلب الامور الماديه. صحيح هاي ضروريه، بس الامور الروحيه لسه ضروريه اكثر. النقطه الثانيه انه كان عندها إلحاح كثير مثل ما قلت إيلي، ولجاجة في طلبة، يعني ما يأست مثل هذاك المفلوج اللي استنى 38 سنة، فهي ظلت كمان تطلب وتطلب حتى وأنه عم يبين الرب عم يرفضها وما عم يسمع لها، بس مع ذلك ظلت تطلب. فالمحبة دائما يكون معاها إصرار، يعني ما بيكفي أنه أنا أحاول، يعني هي جد مو بس أنه محاولة، هي جد مصرة أنه راح تأخذ، يعني واثقة أنه راح تأخذ منه وتحملت الكلمات وقبلت على حالها أنه يدعى عليها أنه هي كلب حتى تأخذ حاجتها من الرب، ورفعت مكانتها وبين عظم إيمانه وتواضعها قدام التلاميذ اللي هم اليهود اللي كان يدعوهم الكلاب. النقطة الأخرى أنه لما نتقرب من الرب مثل ما جد هي سجدت وخرت قدام الرب، فإحنا كمان لازم لما نطلب من الرب دائما نعطيه بالبداية سجود وشكر. يعني هي سجودة تعبير على أنه اعتراف بإلهيته، في نفس الوقت احترام لإله، في نفس الوقت أنه خشوع قدام الرب. فإحنا لما نسجد للمسيح عم نعطيه واجبه وحقه، يعني عم نعطيه حقه في العبادة. كمان في الإصرار تبعه أنه إحنا كثير أحيانا نصلي، يمكن نصلي يومين ثلاثة أكثر شيء أسبوع، بعدين نقول خلاص الله مبين ما رح يسمعنا وما رح يستجيبنا، فهي عم بتعلمنا على الإصرار. النقطة الأخرى إيمانها كان مبتهج، يعني نشوف في طريقة حكيها ما كانت مكدرة أو ما كانت هيك عبوسي، كانت مبتهجة بهذا الإيمان، راحت بفرح تقربت من الرب. فالرب دائما يريد منا إيمان مبتهج، إيمان مؤثر في الآخرين. قدرته هون بنشوف يعني مثل ما ذكرنا بالبداية أن السيد المسيح لم يقل هذه الكلمة لأحد من قبل، ما قال لأحد، صح، ليكن لك كما تريدين. يعني هون السيد المسيح كنا معودين قبل أنه إذ أردت يا سيد، يعني كان هو مثل الأبرص، مزبوط. هون السيد المسيح عم بيقول لها خلص على إيمانك، على لجاجتك، على تواضعك، اللي بدك هي رح يصير. ديريتو مثل ما عودنا مشاهدينا رح نختم حلقتنا بصلاة، نكون زوادة لنا للأسبوع القادم. الصلاة أنه رح نتمنى كلنا نكون مثل هذه الكنعانية ويعطينا الرب إيمانه وتواضعه، يعني التواضع كمان المصحوب بالإيمان والمحبة هي اللي جلت في شخصية هاي الكنعانية. فرح نصلي مع بعض ونقول أعطني إلهي إيمانا قويا كالمرأة الكنعانية التي طلبت بإيمان وثقة ولو قليلا من الفتاة الساقط من المائدة، فحققت لها طلبها بمحبتك الأبوية. المجد لك يا من لا يعطي فقط من الفتاة، إنما يغدق بنعمه وخيراته أنهارا لا تجف. آمين. آمين. مشاهدينا بنشكر متابعتكم لهالحلقة، ونحن على لقاء الأسبوع القادم لنكمل حديثنا عن أحد التي تسبق عيد القيامة.